بسم الله الرحمن الرحيم، أني أشكركم على هاي الاستضافة في قناتكم الكريمة. بالنسبة ليوم الأحد سيعرض قانون تعديل إثالة الانتخابات مجالس المحافظات على التصويت. الحقيقة هذا القانون يعني عليه يعني خلينا نقول جدل كبير بين الكتل السياسية وبين الأحزاب المستقلة والنواب المستقلين و فئات أخرى من المجتمع. الخلاف هو الحقيقة على نقطة رئيسية جدا، وهي أن هل تكون المحافظة دائرة واحدة أم دوائر متعددة. إحنا في لجنة، أني رئيس لجنة الأقاليم ومحافظات الغير منتظمة في إقليم، عقدنا عدة اجتماعات، وهذه الاجتماعات يعني تمخضت عن رأينا، وقدمنا هذا الرأي إلى السيد رئيس البرلمان وإلى اللجنة القانونية، لأن هي اللجنة الرئيسية يعني دراسة هذا القانون وتقديمه إلى المجلس يوم الأحد. المقترحات مالتنا هي أن تكون المحافظة دوائر متعددة، والسبب هو لتمثيل أكبر عدد من النواب في كل المحافظات، في كل العفو المناطق للمحافظة، لأن مجالس المحافظات هي مجالس مراقبة وتحكم في دوائر المحافظة، مما يتطلب أن يكون تمثيل المناطق تمثيل حقيقي وليس يعني تمثيل منطقة على باقي المناطق. هذا لا يتحقق إلا إذا كانت الدوائر يعني متعددة. لكن هناك يعني حقيقة احتمال رأي أكبر أنه يروح إلى دائرة واحدة وإلى قانون سانت ليغو، اللي هو طبعا مختلف عليه أيضا بين 1.7 و1.9. أنا أتوقع أنه يوم الأحد ستكون هناك نقاشات محتدمة في البرلمان، لأنه أكو خلافات كبيرة بين الكتل السياسية وبين النواب المستقلين والنواب الآخرين، حتى أكو نواب في كتل. أنا شخصياً وإحنا لجنة الأقاليم تم التصويت، وبالإجماع تقريباً كل اللجنة مالتنا أقرت أنه الدوائر أولاً إحنا قررنا أنه الأفضل أن لا ندمج قانون مجالس المحافظات مع قانون مجلس النواب، يفصل القانونين، وكل يعني كل واحد منهم يأخذ قانون منفصل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه بالنسبة لمجالس المحافظات، إحنا بالنسبة لنا لجنة الأقاليم رفعنا المقترح اللي يخصنا كلجنة وصوتنا عليه، أنه تكون دوائر متعددة وليس دائرة واحدة لضمان تمثيل كل مناطق المحافظة في مجلس المحافظة. وطبعا مجلس المحافظة هو مجلس رقابي ويحدد من صلاحيات المحافظ ويراقب تنفيذ المحافظ ويراقب المشاريع وإقرار المشاريع. الآن المحافظة تتصرف بشكل يعني فردي، المحافظ هو اللي يعني خلينا نقول هذا الحقيقة ما أقدر أقدره، يعني لأن تعتمد على الكتل السياسية، احتمال الكتل السياسية راح تضغط على نوابها حتى إذا هم ما مقتنعين بأن تكون دائرة واحدة. يعني تدري توجيهات الكتل السياسية لنوابها يعني هذا شيء مهم، بس إحنا نعتقد الأصلح، وإحنا ندعو كل النواب أن يأخذون هذا المنحة، أنه يصوتون على الأصلح للبلد. الأصلح للبلد أن تكون دوائر متعددة بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات على الأقل الآن، ونفصل القانون تعديل مجالس المحافظات عن قانون مجلس النواب. لماذا ندمج القانونين في قانون واحد؟ مجلس النواب بعد الانتخابات الكتل السياسية الكبيرة ترغب في أن تكون المحافظات دائرة واحدة وأن يروحون إلى سانت ليغو. ليش؟ لأنه همهم أنه يأخذون أكبر عدد من الأصوات ويقللون الأحزاب الفائزة بالانتخابات، في حين إحنا نرى أن الديمقراطية هي الأفضل، أن يعني نترك الخيار للناس لاختيار. يعني هو الفرق بين هذا القانون وهذا القانون، أنه بقانون دائرة واحدة وسانت ليغو ممكن نائب يحصل على 4000 صوت يفوز، وممكن نائب يحصل على 8000 صوت لا يفوز إذا كان بقائمة فردية. مو قلت لك أنا هذا رأيي الشخصي، أما هو إحنا دا نحكي عن الكتل السياسية الكبيرة تعتمد يوم الأحد ماذا سيكون في قبة البرلمان،
وهل هناك توجيهات للنواب اللي بالكتل السياسية لو سيتركون النواب كل واحد يعبر عن رأيه الشخصي؟ هذا ما سنشهده يوم الأحد، ونأمل أنه النواب يتحررون من كتلهم السياسية ويصوتون للأصلح للبلد. شكرا. يعني قناعاتنا أنه هذا الكلام سيحدث شرخ في يعني بين الـ يعني خلينا نقول فئات الشعب، لأنه يعني الناس يعني اللي رشحوا مستقلين وفازوا بهاي الدورة الموجودة، يعني أنا من الذين رشحوا مستقلين وفزت بالانتخابات، ممكن لو كان سانت ليغو كان أنا ما أفوز يعني، وغيري كذلك يعني. فإذا هو الأفضل أنه يمثل النائب عن مجلس المحافظة أو عن مجلس النواب، يعني يتم اختياره مباشر من قبل الشعب، والذي أخذ أعلى الأصوات هو اللي يفوز. أما من نرجع إلى سانت ليغو راح تكون الكتل السياسية هي الفائزة وليس النواب. يعني أكو نائب، مو مثل ما قلت لك هسه قبل قليل، أنه ممكن نائب يكون ماخذ 4000 صوت في كتلة سياسية يفوز، ونائب ماخذ 8000 صوت في كتلة أخرى لا يفوز. وهذا طبعا يعني هو ليس شيء صحيح، لأنه هذا انتخبوا أكبر عدد من الناس من الممثلين بالشعب، وهذا انتخبوا أقل، ولماذا يفوز هذا ويترك هذا؟ الأصلح أن نترك الشعب يختار الممثلين مالته عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وتمثل أعلى الأصوات. أنا قناعاتي أنه كتلة التيار الصدري ولو هي ما موجودة بالبرلمان، بس ككتلة موجودة بالشارع الآن، هي تميل إلى الدوائر المتعددة وليس إلى الدائرة الواحدة، والتشرينيين أيضا يميلون إلى الدائرة الواحدة، والمستقلين كلهم يميلون إلى الدائرة الواحدة. فيعني سنترك الأمور إن شاء الله إلى يوم الأحد، ونرى من يعني خلينا نقول سيكون هو المؤثر في الجلسة مع البرلمان، والنتائج سنراها إن شاء الله يوم الأحد القادم. حقيقة بالنسبة للكوتا، دائرة يعني اللجنة القانونية هي من يعني من دخلوا في هذا الموضوع. أما الشهادات إحنا اقترحنا يعني أيضا صار تصويت عليها، يعني ممكن أني رأيي يعني غير اللي راح أقول لك إياه، إحنا كلجنة أقاليم ومحافظات طلبنا أن يكون بالتصويت طبعا هذا بالأغلبية أن يكون العمر 30 سنة وأن تكون الشهادة كلية يعني دراسة جامعية. لكن أكو آراء أن يأخذون، إحنا ما نقدر نقرر الآن، لأن إحنا خلينا نشوف شنو هو اللي سيقر بالبرلمان ذاك الوقت نقدر نقول هو يعني جيد لو مو جيد. بس هو أنا قلت لك هي النقطة الرئيسية هي ليست الشهادة وليست العمر، ولا هذني كل أمور فرعية يعني لا تأثير لها كبير على الانتخابات. التأثير الكبير هو الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة، هي هذه اللي ستكون يعني فيها يعني خلينا نقول أشياء مهمة وتدعو إلى أنه الممثلين الشعب اللي هم النواب يأخذون دورهم ويقررون ما هو مفيد للناس. لأنه إحنا أرد أكرر لك مرة أخرى أنه الانتخابات مجالس المحافظات الدوائر المتعددة هي أصلح للمحافظة. ليش؟ لماذا؟ لأنه التمثيل سيكون لكل المناطق وليس لمناطق دون أخرى. أهلا وسهلا، شكور، بارك الله فيك.